السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا وسهلا بكم في قناة سلسلة. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة الخامسة بعض الأوامر الجديدة التي سوف نقوم بتطبيقها على الملف الذي قمنا بإنشاء في الحلقة الرابعة هو sar.txt. هذا هو الملف وهذا المحتوى في داخل. الآن نقوم بنسخ الملف. أولا قبل الكتابة وتعلم أمر جديد، نقوم بالتأكد أين نتواجده في الهوم أي الصفحة الرئيسية أو صفحة الدخول إلى لينكس. نود الوصول إلى هذا الملف، يجب أن نتواجد في سطح المكتب ديسكتوب. الآن تواجدنا في الديسكتوب، نقوم من عمل كلير وثم نقوم من عمل ثلاث وثم sar.txt هو اسم الملف، ونقوم بوضع علامة اكبر، ثم نقوم بوضع a.txt لنقوم باستنساخ الملف والمحتوى الذي في داخلنا. كما تشاهدون هنا تم استنساخ المحتوى، وهنا نقوم بتكرار الأمر ولكن عبر علامتين والاسم aa. نقوم بعملها. كما تشاهدون تم استنساخ أو نسخ محتوى الملف. الآن نقوم من عمل كلير لنذهب إلى الأمر، وهو الأمر طريقة الكتابة في الملف أي كتابة جديدة وحذف النص المتواجد أو النص القديم أي هذا النص. الآن نقوم بكتابة كات العلامة الأكبر وهم sar.txt. هنا فقط عندما نقر إنتاج كما تشاهدون نقوم بحذف المحتوى المتواجد في الملف ليقوم في الكتابة من جديد، مثلا نكتب ZA وثم نقوم بالخروج أجرى كنترول Z. الآن كما تشاهدون كتب ZA. الآن نقوم بإضافة نص ولكن عدم حذف النص القديم. كيف؟ نقوم بإضافة علامتين كبر وثم إنتاج. الآن نضيف النص مثلا سرنا وثم إنتر وكنترول Z. الآن كما تشاهدون تم إضافته من دون حذف النص القديم. الآن لنذهب إلى تعلم أمر جديد. الأمر الجديد لدينا هو اكتب أي البحث داخل الملف ك واسم الملف، نقوم بكتابة sar.txt وثم نقوم بإضافة هذه العلامة وثم اترك، وثم مثلا يقوم بالبحث على حرف الاي عن حرف الاي. كما تشاهدون قام في البحث عن حرف الاي اين هو يتواجد. الان لنضيف في الملف حرف كابيتال اي كابيتال واي سمول وثم ايضا اي كابيتال. والآن نقوم بإضافة الملف، والآن نقوم بتكرار الأمر، ولكن نحن لسنا متأكدين أي الحرف كابيتال أو سمول. نقوم بكتابة داش آي وإنتر. كما تشاهدون وجد حرف الأي. هنا داش آي يعني نحن لا نعلم هل الحرف كابيتال أي كبير أو صغير. الآن نتعلم أمر سورت أي يقوم بترتيب الأحرف بالترتيب الجديد. لنقوم بإضافة بعض الحروف مثلا Z L هذه الحروف ونقوم بحفظ الملف. الآن نقوم من عمل كثير وثم نقوم من كتابة نفس الأمر. نعود إلى الأمر، أجراء السهم المتواجد السهم الأعلى المتواجد في لوحة المفاتيح. نقوم بكتابة الصوت. هنا كما تشاهدون يقوم بالترتيب الحروف حسب الترتيب الجديد. وهذا هي نهاية حلقتنا اليوم. نتمنى لكم الاستفادة والاستمتاع في هذا الدرس. شكرا لحسن المشاهدة.